شايف قد ايه مبسوطين؟ صار لهم زمان ما طلعوا، ما في من المدرسة للبيت، والله الحق معهم أكيد كانوا مخنوقين. كل شيء لهم هلأ مثل اللعب، بس بكرة بتشوف لما يكبروا شوي بدهم يسألوك عن اللي صار. قصدك عن أمهم ما هيك؟ ايه. بس أنت بتعرفي شو رح جاوبه. أنا آسفة لأني عم بتدخل، بس هالشي غلط من الناحية النفسية، لأنه الأجوبة اللي رح تقلن إياها وطريقة تفكيرك بالست ليلى ما ممكن إلا تأثر على نفسيته. يعني لازم تلاقي طريقة لحتى توصلن الحقيقة، ما لازم تخلي هالشي يأثر على صورة أمهم. حاول ما تكذب عليهم، لأنه بكرة إذا عرفوا إنك كذبت عليهم رح يصيروا يكرهوك، ما عاد يثقوا فيك. طبعاً هي إذا شو زينب؟ إذا ما كان في أمل تصالحوا مع بعض أنت وليلى، لا تخلوا هالشي يأثر على حالتهم النفسية. طب شو بدي ساوي؟ بعرف إنه الشغلة مو سهلة، بس لازم تتحمل مشان بناتك أولاً وأخيراً. عن إذنك دقيقة. أهلين ماما. يمكن هي أول مرة بتجي لهون، ما هيك؟ بتعرفي لما ماتت أمك كنت برات البلد ببرنامج تبادل الطلاب. لا تخاف متذكرة، رحت مشان جوليا، لو ما كانت هي مشاركة كنت أنت كمان ما شاركت. ليلى هي ما دخلها، أنا ما رحت مشانها، أنا كنت حابب روحه بس. قديش كنت حابة تكون جنبي لما توفت أمي؟ لو أني خبرتيني كنت ركبت أول طيارة وجيت، بس أنتي ما اتصلتي. لما كنت بحاجة لحدا يوقف جنبي ما لقيت غير رجل، وبعد وفاة أمي بشي 10 أيام إجينا لهون أنا وياه. خلاص حبيبتي بكفي. هي أمي يا رجاء. الحمد لله اللي ارتاحت من وجعها، مو هيك أحسن لها؟ يعني ما بيريحها غير الموت. اهدي حبيبتي، بكرة مع الزمن بتنسى، ولو إنها عايشة كانت رح تضل تتوجع، وما كنتي رح تستحمل. كنتي كل يوم رح تبكي علي أكثر من اللي قبل، ورح تقولي لحالك شو بدي أعمل لساعد أمي، وتفقي بنص الليل لحتى تطمني إذا كانت لساتها عايشة. العلاج والأدوية كل ما شافي العالم ما بيقدروا يمنعوا الموت، هي سنة الحياة ولازم نقبلها. أمي كانت عم تدوب قدامك مثل الشمعة، وانت كمان كنتي عم تدوبي ومو طالع بايدك شيء. مثل ما بتعرفي كل يوم كان عم يمر علي عم يزيد وجع وألم، بدل ما تزعلي وتبكي عليها قولي الحمد لله انها ارتاحت. وبعد 2 شهر انخطبنا انا وياه، وهلا انت وسميرة بدكن ياني اقول لرجاء اني مريضة وعموت شوي شوي. طيب قلي، لو كنت محلي كنت قلت الحقيقة؟ ليلى لو قلتي لي وقتها لا تروح ما كنت رحت ابدا. لوحدي بتقول للزلمة بس مرة إنه ما يروح، بتقوله ياها لما بتكون حاببته كتير.
بابا. شو حبيبتي؟ معلش تركبنا ببسكليت البحر؟ لا الله يخليك. بس انتو لساتكن صغار بابا. لا ما انا صغار. طيب روح اسألوا زينب، اذا هي وافقت انا موافق. زينب شو بكم؟ شو في يا بنات؟ معلش تركبينا ببسكليت البحر؟ ما بعرف البابا شو قال؟ قال روح اسألوا زينب، اذا هي موافقة انا موافق. طيب مو مشكلة فينا نركب، بس بشرط ما منطول. شكرا زينب، شكرا زينب. ما أحلاكم. مرحبا. أهلين. دكتور إياد لسه ما أجا؟ لا والله، واليوم ما حيجي. أنا من شوي حكيته وقال لي استنى ليجي. عفواً، مين حضرتك؟ أنا رفيقته، مالي مريضة عنده. تفضلي، أهلا وسهلا. شكرا إليك. تفضلي، فيكي تستني هون. سمعت انه في واحد بده ينغلب الطاولة. هذا انت يا فاروق؟ ميت اهلين. طمني شلون صرت؟ يعني لو ما قدرت اطلع برات البيت كنت اكيد جنيت. شو هاد يا المرأة والبنت حابسيني؟ اكيد لانهم خايفين عليك. شو رأيك وصي على الشاي؟ اي وصي وصي. انا رح رتب الحجار. يلا مشان علمك اللعب. ماشي، يعني قد ما حكيت مسامح ما رح ارد عليك. ليش فيك ترد؟ بس إذا انغلبت لا تقعد تبكي. يلا يلا وصي على الشاي وتعال. تكرم.